الترجي، يتحدث أيضا عن النادي الإفريقي، يتحدث عن الفرق الكبيرة. هنا كرة خطيرة، بينية خطيرة، لا 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 لا. غريب ماذا فعل اللاعب أسامة السويد، الكل اعتقد بأنها مجانبة للأخشاب. طريقة تنفيذ الكرة، طريقة التسديد، هدف أول للإسبيرانس دي جينيزي، هدف أول للترجي الرياضي التونسي. الله على المتعة، الله على التمريرة البينية. الحكم لم يعلن عن أي شيء، هكذا سجل الهدف في مرمى الحارس كيان فان دروب. يا سلام على الترجي.